رغم انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن المواطن الأردني يقول إنه لا يزال يشتري المحروقات بأسعار مرتفعة نسبيا، فالمحروقات تخضع لآلية تسعير حكومية غير واضحة وفقا للمواطنين الذين يرون أن الحكومة هي المستفيد بجميع الأحوال سواء انخفض سعر النفط أو ارتفع. هبوطه بالدول الأجنبية أو منتجين النفط وارتفاعه عندنا ما بنستفيد منه، يعني يجب على دولتنا أنه ما دام نزل النفط ينزلوه عندنا حتى نقدر نعيش أولادنا وحالنا ونقدر نعيش بهالوطن. البنزين بيرتفع أو بنزل نفس المبدأ، كل شيء غلى. يعني أنا شوفير تاكسي، شغال على تاكسي، ارتفع البنزين أول مرة وثاني مرة، وقبل ما يرتفع العدادات البنزين رحنا عدلنا العدادات تبعون التكاسي وضلوا يرفعوا فيه أول مرة وهي ثاني مرة. إنه لغاية الآن المواطن الأردني ما استفاد من أسعار النفط عالميا، لأنه الدولة ما زالت بتأخذ بسعر 100 دولار لسعر النفط، يعني بتتعامل معي كمواطن أردني على سعر النفط، حبعث إنه الدولة بتقول إنه تكلفته غالية. وفقا لخبراء الاقتصاد، فإن الوفر المالي الذي تحقق في الميزانية العامة الأردنية نتيجة انخفاض أسعار النفط قد بلغ حوالي 2 مليار دولار. ويؤكد هؤلاء أيضا أن الآلية التي تتبعها الحكومة لتسعير المشتقات هي آلية غير شفافة. كل دولار تنخفض فيه الأسعار يوفر 150 ألف دولار في اليوم، فما بالك عندما نتحدث عن احنا اكثر من 50% من اسعار النفط انخفضت على مدار سنه كامله، ربما يكون التوفير بحدود 2 مليار دولار. هذا يعني ان ذلك سيخفض من كلفه فاتوره النفط على الاردن بشكل كبير، وبالتالي سينعكس ايجابا على مكونات الاقتصاد الاردني. لكن هناك بدائل عديده امام الحكومه الاردنيه يطالب المراقبون بالاستفاده منها بهدف تخفيض فاتورة الواردات النفطية، منها استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي لتوليد الكهرباء، وجميعها بدائل توفر كثيرا على خزينة الدولة وبالتالي على جيب المواطن. كأنه لا يكفي شكوى المواطن الأردني من كثرة الضرائب وعدم وضوح آلية تسعير المشتقات النفطية حتى يبقى رهينة تقلبات أسعار السلع عالمياً. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.